السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كما انهى به المباراة، المباراة الاخيرة ضد بعيو، استحق مكانته كلاعب اساسي نظرا، لكن هذا الحراس يدوم على الجمل ويقدم الى يومنا هذا في موسمين قاعد نتبع فيه للفريقين الاتحاد والإتوال في أفضل حال، لهذا هما الليلة في الليلة الكبيرة في حاجة للتأكيد، في حاجة للتدعيم، في حاجة. وكذلك يوسف العبدلي وهشام بكار، تعادل 1-1، كرة خطيرة، فرصة بشير بن سعيد تعلق، لا زال الخطر والكرة في الركنية. استيري شوف العملية من جانب بن عيادة، الكنترول من طيب مزياني، دفاع الاتحاد في لولا تعلق، لولا بنستير، ركنية للإتوال، كرة ملعوبة على القائمة الثاني، مباراة ينتظر كرة من خلال توزيعها كان ينتظرها، الكرة بعيدة على محمد الذاوي، ينطلق العبد لكرة والهدف الأول، جول 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 جول، يسجل هدف جديد مع الاتحاد الرياضي والهدف الرابع بين موسمين بكرة من ذكورة من جانب حسين بن عيادة، والمطالبة بين اسحاق ووليد الحراك في الكرة الماضية، واثنين واحد للمشي، محمد الذاوي يرفع الكرة، ومارو مرة طيب مزياني خطيرة، فرصة للتعاد، طيب مزياني والكبيرة يعني في مهب الماضي، كل كرة الثاني للعبدلي، الثاني عبدلي، لكن يتدخل الدفاع، كيف خروج علي الجمل وعسبة للمدافع بعلام المصمول، دفاع الاتحاد على مستوى العودة والتمركز، وهذه كل الغدامسي وكرة ملعوبة من يوسف العوافي، لكن يعني الغدامسي يرجع كقلب دفاع والنوال يمشي على الجهة اليسرى، ممكن نتيجة نهائية. فترة الراحة بين الشوطين، زيتمان مكان محمد الضاوي وياسين الشيخاوي مكان يوسف العوافي، اختيار يوسف العبدلي في الدقيقة، بشير بن سعيد مع ضربة البيضة دم التونسية، المجموعة العود لحسين بن عيادة بسرعة للتنفيذ لياسين العمري، عمري لكن التوزيع، كرة ملعوبة من حسين بن عيادة طويلة وإلى حسين بن عيادة، كرة مرفوعة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، كرة طويلة من بوتمان، هذه كرة من هشام بكار خطيرة، يسد أومارو، وهذا التبديل للنجم الرياضي الساحلي، قراتية القادم من الهلال السوداني بعد تجربة مع من الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي للبايرن، ساوي يقدر يصنع بها الفارق، كرة من بوتمان وبن سعيد بالبوكس، كانت خاطئة حسين بن عيال، مرور عدادي يسدد قوية للتسديدة، ماذا ولا ركلة جزاء، ركلة جزاء للتنيات على إبداع الامتاع على إجب يوسف عبدلي، يتقدم بينالتي وعلى الجمل ببراعة يبقي هذا الحوار، هناك بعض الجماهير في استاد مصطفى بن جنات بالمنستير، عبيد يحط كرة إلى حسين بن عيادة، صدام فيها عرضية فيها خطورة وفيها بشير، وللأمانة في شوط ثاني مزياني مع السوما ماذا سيفعل في وسط الميدان، يوسف ليوسف العبدلي، كرة للنجم الرياضي الساحلي، كرة بن عياد، بن عياد توزيع على طويلة، غفران النوالي، كرة خطيرة.